ومشاهدينا معنا عبر الهاتف من القاهرة رامي عبد الرحمن، مؤسس ومدير المرصد السوري لحقوق الإنسان. سيد رامي، أهلا وسهلا بك معنا. التفاصيل التي لديكم حول انفجارات ريف حمص الشرقي والضواحي الجنوبية الغربية من العاصمة دمشق التي وقعت فجر اليوم. نعم، فجر اليوم طبعا بداية قالت إسرائيل بأنها استهدفت مطار التيفور العسكري، بينما كان الاستهداف لأطراف مطار التيفور العسكري والمنطقة الممتدة من مطار التيفور شرقا وصولا إلى غرب تدمور، واستهدفت مناطق تتمركز فيها القوات الإيرانية وحزب الله اللبناني، بالإضافة لقوات النظام. تسبب الأمر بجرح عدد من عناصر هذه القوات، أيضا كان هناك بعضهم بجرح خطرة لاحقا بعد أسقاط الطائرة. تم استهداف ما يعرف ببطاريات الدفاع الجوي في شمال باغب، أي عند الحدود الإدارية بين محافظتي ريف دمشق و ودرعا. بعد ذلك ايضا تم استهداف محيط منطقه الدماس، اي ان هناك 3 استهدافات اسرائيليه لداخل الاراضي السوريه. بالنسبه ل 12 هدف 14 هدف، نحن لا نعلم حقيقه الامر ما هي عدد الاهداف، ولكن ما جرى اليوم في من استهداف اسرائيلي يعني اسقاط الطائره الاسرائيليه، اعتقد بانه هي رسائل متبادله ما بين النظام والايرانيين من طرف واسرائيل من طرف اخر. طيب سيد رامي، هل لديكم اي احصائيه عن اعداد القتلى او الجرحى؟ حتى اللحظه كان هناك ما لا يقل عن 14 جريحا من قوات النظام الايرانيين وحزب الله، بعضهم كانت جراحه خطيره، لكن لم وردت معلومات عن مقتل بعضهم لكن لم نتمكن من توثيقها الى الان. طيب ماذا عن البنى التحتيه؟ هل لديكم اي معلومات عن مدى تاثر هذه البنى التحتيه نتيجه الانفجارات والضربات؟ بشكل مؤكد هناك تدمير ل يعني بطاريات دفاع جوي في جبل يقع بالقرب او على الحدود الاداريه ما بين درعا وريف دمشق. هناك ايضا استهداف لمستودع للاسلحه قرب دمشق، واستهداف لنقاط عسكريه في قرب مطار التيفور العسكري. طيب ماذا عن الوضع الامني الان في المناطق التي تعرضت لهذه الانفجارات سيد رامي؟ هل لديكم اي فكره كيف هو الان؟ لا، يعني اعتقد بان التوتر كان مستمر اليوم فوق الاجواء السوريه، يعني حتى يعني قلت انا اليوم في احد الفضائيات بان مصائب قوم عند قوم فوائده. ما جرى اليوم من توتر ما بين اسرائيل والنظام السوري حمى الغوطه الشرقيه بمزيد من المجازر، حيث غابت طائرات النظام عن الغوطه الشرقيه وعاودت طائره بقصف قرب منطقه قرب دوما مساء اليوم. شكرا جزيلا لك، حدثنا عبر الهاتف من القاهرة رامي عبد الرحمن، مؤسس ومدير المرصد السوري لحقوق الإنسان.